ورجعنا لكم تاني مع هذه الفقرة، ضيفين عزيزين، الكابتن محمد فتحي المدير الفني للفريق الأول بنادي حدائق حلوان. أهلا وسهلا كابتن أهلا محمد، سيد الدكتور. أخبارك؟ الحمد منورنا لله، تمام، كابتن. نورك كوتش، الله يخليك. ومعانا طبعا مكتشف المواهب الكابتن رمضان الذوق، طبعا مكتشف المواهب بمحافظتي الشرقية ومحافظة الدقهلية. أهلا وسهلا كابتن رمضان، ربنا يخليك، منورنا. الله يخليك يا كابتن أحمد. طبعا في البداية طبعا عايز أتكلم عن الاستثمار الرياضي في هذه الفقرة، لأن طبعا في مشاكل كتيرة جات لنا في الفاصل، كذا تليفون جالنا في الفاصل. طبعا في أرقام خيالية علشان الولد يتأيد في نادي ممتاز ألف أو ب، تخطى المبلغ، تخطى 20,000 جنيه، ما ينفعش، استحالة استحالة استحالة. ابنك مش هيبقى محمد صلاح أبو جريشة، أو مش هيبقى محمد صلاح، صعب. ليه؟ لأن طبعا الولد فلوس كتيرة، وفي نفس الوقت بعد 6 شهور المستثمر هيقوله بالسلامة عشان عايز يدخل غيره، لأن طبعا المستثمر معذور. ليه؟ لأنه دافع رسوم كبيرة والنادي واخد منه مبالغ طائلة، فالراجل عايز طبعا يعوضها، فاستحالة يأيد النفس اللعيبة الجديدة، تمام. ولكن المبلغ لو بسيط الولد ممكن يجدد معاه في حيز الألف أو الـ2000 جنيه، لكن 20 و30 ألف جنيه زي ما بنسمع احنا بنقول على الهواء مباشرة حرام، ما ينفعش ما ينفعش. ابنك مش هيبقى محمد صلاح، ابنك مش هيبقى نجم في الدوري الممتاز لما تدفع له المقابل المادي الكبير، ما ينفعش. الناس تتريث في اتخاذ القرار. ليه؟ لان الوضع بقى عجيب ومريب على الساحه. لسه كان معانا مداخله كابتن فريد، يعني الوضع سيء للغايه. كابتن محمد، ايه رايك في بالنسبه للوضع الاستثمار الرياضي في عجاله كده؟ ليه ما بنحاربش حد، ولكن الجشع، الجشع اللي موجود على الساحه، اللي ملهوش مهنه دخل فكره سهله ولم فلوس، لكن انت ما ينفعش، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا معاك دوره ولا شهادة تدريبية ولا معتمد بنقابة المهن الرياضية ولا معتمد بسجلات المدربين في الاتحاد المصري لكرة القدم. هويتك ايه؟ اللي انت جاي من الشارع دخيل على المجال. كابتن محمد، بالنسبة لهذا الوضع المريب في الساحة الرياضية او على الساحة الرياضية، والله يا كابتن ده بقت جشع. حضرتك انت لو تفتكر الاسبوع اللي فات حصل موقف على يدك انت، ان في واحد جمضة وفي الاخر اكتشفنا ان هو واخد من الولد 9000 جنيه، ووليد الامر اتصل بينا بيقول لنا يعني انا دافع 9000 جنيه. انت حضرتك استغربت من الموقف، قلنا له لا حرام عليك اللي انت تدفعه ده. وللاسف الكبير في انديه موجوده حاليا في الدوري الممتاز بتاخد، اقسم بالله على يد ده، انا من الناس كلمتني 40 و35 الف جنيه، مش كتير. 20 و25 احنا لسه بنتكلموا كتير. لا دي 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 دي, دي, دي معانا برضه كابتن رمضان في النقطه ديت. اكيد طبعا يا كابتن، ما ينفعش مثلا يكون لاعب ناشئ ياخد 20000 جنيه و40000 جنيه ليه؟ عشان سنه وهيمشيه؟ هو مش محمد صلاح يعني؟ شهور صح. اكيد طيب نتكلموا في الشق الفني. كابتن محمد، بالنسبه لاستعدادات نادي حدائق حلوان الفريق الاول. والله يا كابتن الحمد لله رب العالمين، انا امبارح عملت اختبارات لنادي حدائق حلوان ونادي الزرقاء، بس عملت يوم بعد يوم، تمام. والحمد لله رب العالمين اكتشفنا مواهب كتيره جدا، والله يعني من الاستغراب احنا هنعرضوا المواهب لان دي حقها، لان انتوا تشكروا في هؤلاء المواهب اللي تستغرب بيه. وبالنسبه للاستثمار، الاستثمار حضرتك زي ما بتتكلم، ان في ناس لما بتكلم معاها في الاختبارات بقول لي يا كابتن الاستماره بكام؟ بقول له لا مش عامل الفلوس، مش عامل فلوس الاستماره، عاملها مجانا، عاملها مجانا. فبيقول لي يا كابتن ده في نادي كذا ونادي كذا خد مننا 100 و150 والكلام ده. بقول له مش عايزين اسماء، ولكن خلينا في نفسنا، بقول نادي كذا. فالحمد لله رب العالمين بدانا الاختبارات، بداناها امبارح في نادي في بني سويف، تمام، وفي الواسطه وفي الميمون، وبالاخص الميمون النهارده. تمام. النهارده يعني يمكن انا بعت لحضرتك الصور، اكتشفنا مواهب كتيره جدا في الميمون. يعني بالنسبه للاختبارات اللي كان النهارده، كان في لاعب اسمه عبود صلاح، ولاعب اسمه مواليد عاصم، كام ده؟ مواليد 2005. ده بسم الله ما شاء الله. عبود صلاح وعاصم الزكي الخولي، تمام، وبيكهام وحسام حسن ويوسف شعراوي، الاربعه دول بسم الله ما شاء الله حاجه، دول مميزين، مميزين جدا، حاجه اقسم بالله يعني مواهب، مواهب جامده جدا. تمام. ده مواليد 2005. طب لو دخلنا بقى، دخلت عزبه ورحت عملت فيها اختبارات، لقيت اكتر من 100 لاعب. لو حضرتك الصور موجوده هتشوفها دلوقتي، الصوره انا متصور باللعيبه، طلعت منهم حوالي ما يقل عن 10 لعيبه. في لاعب اسمه محمد خيري، ولاعب محمد عماد، ومحمود سيد، ومصطفى محمد عبد الحميد.
لعيبه بسم الله ما شاء الله وكل وفي طيب الصور موجوده برضو معانا ديت اللعيبه اللي تم توقيعها اللي طبعا اللاعب محمد صلاح الفرجاني طبعا اللاعب محمد حسن. طيب نعرض الصور ده طبعا المرحوم عليه رحمه الله لاعب محمود رضا من مدينه كوم حماده كان في احدى ايوه خلي الصوره عليه كده شويه معلش طبعا كان في احدى مباريات دوري مراكز الشباب مع فريقه وتوفى في حادثه في حادثه فطبعا يا ريت الكل نساند هذا الشاب المتزوج طبعا وله بنت صغيره طبعا وهذه البنت الصغيره طبعا عندها مرض والعياذ بالله السرطان فيعني نرجو من الساده المشاهدين يعني نظره عين لهذا اللاعب طبعا حبا في كره القدم هو من مدينه كوم حماده والكابتن محمد رشوان طبعا القائم باعمال بالعمل الخيري هذا فان شاء الله باذن الله طبعا ما ننسوش اللاعب محمود رضا عليه رحمه الله. تمام بالنسبه لبقيه الصور الصور بتاعه مدينه ايه بقى الميمون ده الميمون الميمون عزبه الوكيل دي عزبه رحتها لقيت بسم الله ما شاء الله يا ريت تجيب لنا الصوره تاني تمام رحت هناك بسم الله ما شاء الله شوف العدد يعني لما رحت هناك بسم الله في مواهب جامده جدا 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 وتم يعني الكره والنجوع دي فيها فعلا مواهب يا كابتن والله يا كابتن انا استغربت انا لما رحت هناك ما عرفوا ان انا جاي ما عرفوا ان الكابتن محمد فتحي جاي ونادي الزرقاء ونادي الحدائق حلوان رحت هناك استغربت للموقف يعني شوف حضرتك تمام عايز يا كابتن احنا بغض النظر عن كم الهائل من اللاعبين احنا بنتكلم على المميزين بسم الله ما شاء الله اللي طلعنا بيهم هم اللعيبه الجيدين طلعت 10 لعيبه مميزين مميزين جاي لنا ان شاء الله القاهره امتى ان شاء الله يجوا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله رب باذن الله ورحت صفت يا كابتن برضو تمام رحت برضو صفت النهارده طب ده اللاعب محمد صلاح فرجاني طبعا تابع الكابتن صفوت ماشي غيره عشان هذا اللاعب طبعا لاعبين من مواليد 2008 اللاعب محمد حسين واللاعب خليفه محمد مواليد 2008 من محافظه المنيا واللاعب محمد صلاح واللاعب يوسف محمد مواليد 2002 ده اللاعب طبعا محمد رمضان نجم طبعا نادي النصر التعدين السابق ونجم نادي الزرقاء الحالي طبعا محمد رمضان من لعيبه كويسه واللاعب وائل مواليد 2005 من اللاعبين المميزين جدا المنضمين حديثا لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا لو في صور ثانيه تمام دوت اللاعبين اللي احنا قلنا عليهم محمد صلاح ويوسف محمد ده طبعا فريق ال 2008 بنادي الزمالك مطروح الكابتن احمد فواز اللي عمل طفره جيده بقطاع البراعم بنادي الزمالك فرع مطروح مش الزمالك المصري فرع مطروح بنقول ده اللاعب محمد رمضان مواليد 2004 من اللاعبين الجيدين المتميزين جدا 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 لنتنبأ لهم بمستقبل طيب ان شاء الله باذن الله من اللاعبين الجيدين. طبعا كابتن رمضان عايز اتكلم عن بعض الموهوبين الموجودين في محافظتي الدقهليه والشرقيه اللي انت مكتشف المواهب. والله يا كابتن احمد انا بشكرك على اللقاء الجميل دوت وبشكرك والله يا كابتن احمد انت حد محترم انا عايز اقول لك ان الشرقيه فيها مواهب كتير لا ولاده باللعيبه ولاده زي مثلا هنذكر احمد كابتن احمد بلال كابتن عماد متعب اكرم توفيق احمد توفيق محمد صبري ايمن منصور احنا بنقول ولاده باللعيبه عندي ثلاث مواهب برضه يا كابتن فاهمني ان شاء الله الصاوي علي ان شاء الله اجيبه لك ان شاء الله باذن الله حد يجي عشان يمضي ان شاء الله يخلص اللاعب المميز انت كنت عليه ده ان شاء الله فاهمني وفي برضه محمد يوسف ده لاعب عالمي ان شاء الله رايح محمد ده من حانوت و تبع محافظه ايه بقى عشان مع كفر صقر كفر صقر مركز بلد احمد مركز كفر صقر بلد كابتن احمد توفيق واكرم توفيق تمام اللاعب ده ان شاء الله 2011 ده عالمي مواليد 2011 2011 وبرضه 2011 تاني محمد يوسف برضه ده لاعب ان شاء الله يبقى زي محمد صلاح باذن الله انا توقعت له كده ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يعني انت عارف الواحد بيلف وكده والواحد يعني ما بياخدش فلوس من اللعيبه دي تمام. عايزهم يوصلوا ويفيدوا منتخب مصر و طب انت استفدت ايه انا استفدت ان شاء الله ان انا نفسي
اطلع حد زي محمد صلاح معنويه يعني ان ده طلع من تحت ايدك. الحمد لله انت عارف ان انا كنت لعيب بس معلش برضو انت راجل زيك كشاف بتجي من محافظه لمحافظه من مدينه لمدينه والله بنتعب جدا جدا وبنساعد الناس مقابل والمقابل كويس النادي بيسامح والولي الامر بيسامح كان راجل بتتعب تمام لان انت بتتعب وده مجهود وسايب بيتك طبعا ايوه اكيد طبعا فطبعا حاجه رمزيه حاجه كويسه كده تعليق بيه كابتن رمضان. كابتن محمد بالنسبه لاستعدادات فريق النادي حدائق حيوان الفريق الاول ان شاء الله بالفعل انضمام لاعبين جاي جدد بدانا يا كابتن من يوم الاحد اللي فات تمام بدانا انا والكابتن محمد مصطفى وطبعا رئيس القطاع الكابتن محمود غريب تمام بدانا الحمد لله رب العالمين كان في عدد كويس جدا تمام وان شاء الله رب العالمين في بكره ان شاء الله رب العالمين في ملعب ابو النمرس تمام في برضو اختبارات للفريق الاول والجميع الجميع الناشئين تمام والحمد لله وضعنا قدنا وقت في الفريق الاول حوالي 15 لاعب 15 لاعب في بالظبط 10 ايام تمام يعني ان شاء الله رب العالمين يعني هيوقعوا كمان يوم الاربعاء اللي جاي تمام يوم الاربعاء القادم يعني فيهم لاعبين مميزين ده تمام. انا ما كنت في منطقه اسمها الصفت جبت 2 لعيبه احمد صلاح ده بسم الله ما شاء الله هو مولد 2001 بس يلعب فريق اول تمام وجبت واحد اسمه اسماعيل واحد اسمه عمر بسم الله ما شاء الله يعني 3 لاعبين يعني ممتازين ان شاء الله يلعبوا ناشئين هيفيدوا الناشئين وهيفيدوا الفريق الاول باذن الله رب العالمين تمام. طب لو في بقيه صور تحضرها لنا كده كابتن محمد بالنسبه للاختبارات ان شاء الله اللي هي هتبدا بالفعل ان شاء الله بدايه من يوم بدايه من الاسبوع القادم الاسبوع القادم باذن الله عندنا يوم الثلاث القادم في المحله مدينه المحله تمام عند الكابتن طبعا محمد الشراوي محمد الشراوي ان شاء الله تمام الكابتن حماد المرسي والكابتن رجب السيد رجب ان شاء الله رب العالمين تمام وعندنا في الفيوم باذن الله رب العالمين الاسبوع القادم ده طبعا اللاعب محمد احمد عبد المعطي من اللاعبين المميزين جدا مواليد 99 لاعب في اكثر من نادي اخيرا كان النصر للتعدين ونادي المصري ومن اللاعبين المميزين جدا اللاعب طبعا احمد عطيه من اللاعبين الجيدين مواليد 2003 لاعب ذو يعني بنيان قوي اللاعب انس لاعب كويس جدا طبعا تم انضمامه لقطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي اللاعب احمد جابر مواليد 2002 لاعب نادي الاقصر طبعا لعيب مميز جدا من الاقصر ولعب بنادي الاقصر الرياضي وتم توقيع العقود بنادي الزرق الرياضي من اللاعبين المميزين والمتميزين طبعا ما ننساش طبعا البدايه الاختبارات ان شاء الله بتاعت الزرقاء يوم الثلاث القادم في مدينه المحله باذن الله طبعا القائمين على الاختبارات يا جماعه الكابتن محمد الشرقاوي وشهيب اركو طبعا والكابتن هيثم العيسوي والكابتن حماده المرسي والكابتن رجب السيد رجب دوت القائمين على الاختبارات بمدينه المحله الكبرى طبعا ده البانر المعمول عشان بداية الاختبارات ان شاء الله بإذن الله هيكون في تمام الساعة 11 بمركز شباب صفت تراب بالمحلة الكبرى محافظة الغربية طبعا لجميع المواليد والبراعة. كابتن رمضان بالنسبة للاختبارات هل الاختبارات ديت فعلا مجدية وبتطلع لاعبين جيدين بيتم انتقائهم لفايدة القطاع؟ والله كده يا كابتن اكيد يعني الارياف فيها اكيد مواهب والاختبارات ديت يعني اكيد بتوصل زي محمد تمام. صلاح يا كابتن انت عارف الشرقيه كلها مواهب الشرقيه طيب في حد يا كابتن انت بدات تسويق الموسم ده حالا سريعا كده؟ لا والله يا كابتن انا في بس لاعب اسمه الصوري ده هجيبه لك ان شاء الله فاهمني؟ غير ما تجيب لي انت لا مودي النهارده مودي الاهلي النهارده نادي الاهلي اسمه محمد حمدي مودي النادي الاهلي طيب وفي كويس. صفقه في نادي الزمالك ان شاء الله قادمه كنت عايز بس اقول نقطه بس اتفضل سريعا تمام السيد المستشار مرتضى منصور تمام بشكره ان هو ان شاء الله هيعين ان شاء الله اكتشاف مواهب كره قدم في نادي الزمالك في المرحله القادمه يعني كشاف نادي الزمالك طبيبه عندنا وعند بقى الاثنين انت حد محترم برضه سالفه كنت عايز نقطه بس يا كابتن معلش انا عايز الجمهور يرجع تاني لان الكوره بصراحه من غير جمهور ملهاش طعم خالص والله احنا بنناشد لان ديت حاجه جميله يعني. طبعا بنناشد ان شاء الله كنت عايز طلب برضو صغير برضو منك عايز الكابتن معلش يا كابتن عايز الكابتن حسام حسن يمسك منتخب مصر خلاص يعني خلي حسام حسن يمسك منتخب مصر كابتن محمد سريعا كده حابب تشكر مين في ختام هذه الفقره بقى والله يا كابتن انا بحب اشكر الحاج والدي الحاج فتحي والدي ان شاء الله رب العالمين ربنا يديله الصحه ويطول في عمره والدتي واخواتي وزوجتي احب اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي واحب اشكرك طبعا حبيبي كابتن محمد من الناس اللي وقفت جنبي جدا
وربنا يجعله موسم خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ايه حابب تشكر حد سريعا؟ اه والله بشكرك يا كابتن احمد فواز، والله انت محترم جدا. وبشكر مراتي هبه اللي تعبت معايا برده. ومش عارف اقول لك ايه برده، كنت عايز اقول نقطه نسيتها بس على السريع كده. حكايه ان هو ال 35 لاعب ده اللي هو ضيقوها دي، يعني المفروض 200 لاعب العدد. العدد اه ان شاء الله. ما ينفعش يا كابتن والله، ما ينفعش عشان الناس تاخد فرصه والناشئين ياخدوا فرصه واحنا نعرف برضو ايه نعمل اختبارات ولاعيبه يعني. واهم حاجه نشكر ربنا فوق سبحانه وتعالى، احنا نسينا احنا الاثنين. نشكر ربنا طبعا اول في ختام هذه الفقره. طبعا بشكر ضيوفي الكرام الكابتن محمد فتحي المدير الفني للفريق الاول بنادي حدائق حيوان. شكرا جزيلا كابتن. شكرا محمد. والكابتن رمضان الذوق طبعا مكتشف المواهب بمحافظتي الدقهلية ونادي الزمالك ان شاء الله. نادي الزمالك قريبا باذن الله. طبعا انتظرونا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في تمام الساعه 11، وانتظروا المفاجآت في برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.